مع الفرقه شويه. طيب كابتن ابو الدهب، هل اللاعبين نادي الزمالك زي ما قال كارتيرون كانوا متوترين بعد ما احرزوا الهدف الاول وهدف التقدم؟ لا انا مش شايف في توتر. انت كسبان بعد ما بتجيب جون اكيد الامور بتبقى في تركيز وفي في قائد في الملعب بيتكلم وفي لعيبه بتتكلم مع بعضيها. انت كسبان يعني انت كسبان كمان الجون جبته بدري وبتلعب فرقه كبيره. اعتقد ان انت كنت ممكن بشيء بالتنظيم والكلام مع بعض اللاعبين في الملعب وداخل الملعب مع تركيز المدرب او شاف النقاط اللي موجوده ان في لعيبه ما بتاديش او ما عرقتش او في اخطاء كان ممكن الزمالك يكسب. لكن في اخطاء ورده ودي الاخطاء دي اللي اثرت على نادي الزمالك. سيبك من عدم التركيز او مش عدم التركيز، لا في اخطاء والاخطاء وارده في كره القدم، لكن اخطاء ما تحصلش من لعيبه دوليه. انت بتلعب وكمان انت محتاج ان انت تكسب المباراه، ان انت بتلعب الوداد لان الوداد هو المنافس بتاعك. تمام. فبالتالي الاخطاء هي اللي خلاص. متأكد كابتن رضا مش عايز تعلق على كلام كارتيرون؟ مش عايز. طب اديني تقييمك بقى بالنسبه للاعبي نادي الزمالك النهارده. ابو جبل 4، ابو جبل 4، فتوح 5، محمود علاء 1، الونش 6، المسلوسي 0، امام عاشور 3، زيزو 8، بن شرقي 3، اوباما 4، شيكابالا 3، سيف الجزيري 0، ونجم 0، عمر السعيد 1، حازم امام 6، سيسي ما لحقش. طيب كابتن ابو الدهب، يعني شايف ابو جبل ياخد 6 يا فاروق، فتوح 4، محمود علاء 1، الونش 4، مسلوسي 2، امام عاشور يعني ده قلنا مش مكانه لكن 5، محمد احمد زياد زيزو اللي جاب الجون كويس وكان ممكن يكسبه وياخد 5، اشرف بن شرقي 2، اوباما 3، شيكابالا 3، سيف الجزيري 2، ونجم يا كابتن يعني ونجم ياخد 4، وعمر السعيد كمل بقى 2، حازم امام يمكن عمل نشاط لما نزل بامانه وقدر يلعب يعني ياخد 5، سيسي ما لحقش يا فاروق. تمام كابتن كمونة، ابو جبل اديله 4، فتوح 4، محمود علاء 4، الونش 5، حمزه المسلوسي 0، امام عاشور 5، زيزو 6، اوباما 4، وشيكابالا 4، اشرف بن شرقي 4، وسيف الجزيري 4. تمام. كل اللي نزل التغييرات ما كانتش مؤثره لان الزمالك كان مغلوب يعني برضو اديهم كلهم 4. طيب هطلع لفاصل كابتن ونرجع نتكلم على الاهلي. خليني بس قبل ما اطلع لفاصل اقول لحضراتكم الموقف فريق نادي الزمالك من المجموعه الخاصه بيه بعد فوز طبعا بيترو اتلتيكو بالامس على سجرادا. خلينا اقول لكم بيترو اتلتيكو بيتصدر هذه المجموعه برصيد 7 نقاط، الوداد طبعا برصيد 6 نقاط في المركز الثاني، ثم الزمالك برصيد نقطتين من 2 تعادل وهزيمه حتى الان، سجرادا الانجولي بنقطه واحده. ده الترتيب الخاص بمجموعه نادي الزمالك المجموعه الرابعه. خليني بعد يعني هنتكلم على الاهلي كابتن والشكل الفني، وبرده عندي تصريحات خاصه لموسيماني برضو تاخدوا اخد تعليقكم بيها، لكن خلينا نطلع لفاصل وكمل.